الكل هنا يدرك أن المسؤولية جماعية، لا سيما بعد الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا وسلالاته المتحورة. الكمامة عندنا الجهال، عندنا نوصيو الناس باش تكون تابعوا بيناتهم، ماشي هذا يسك في هذا، وان شاء الله ربي يرفد علينا الوباء هذا. بلا ما تقول له يعني دير طلع لي بافات ولا دير لي بافات، يعني يجي هو دايرها، يعني ملتزم بالوباء. نقعد مع الصباح لا شاف نقيو كي حنا كي هادو كي هادو كي جواجين كاع نقيو الحاله، ما نخليوش هكذا باليو داوا مقيه الحمد لله. اصرار التجار على تطبيق بروتوكول الوقايه قابله وعي عند أغلبية المواطنين. مرة نجي للمارشي اللي هنا على كل حال نقضي، ونحترم على كل حال المسافات، ودائما ندير الكمامة هذه، ونتمنى الناس كاع إن شاء الله يديروها، والإنسان يحتفظ على روحه وعلى أولاده وعلى أهله. لازم يدير الكمامة، لازم ماشي غير يعني كي درت الفاكسا راني محمية. اللي يحب يستر روحه ويستر ولاده ويستر الاخر لابد يدير الاختبار ويديروا الفاكسان، لابد. انا دايرين الفاكسان، اللي داير طول الفاكسان، انا الحمد لله اني لاباس عليا، ونتمنى الناس كاع ياخذوا هذا بالاعتبار ويديروا الشيء هذا اللي لازم. القناع الواقي، التباعد الجسدي والتلقيح ثلاثيه تضمن العوده الى الحياه الطبيعيه.